شهرين 2005 اشتغلنا عدة أنشطة كبيرة على مستوى المحافظة، جهزنا حوالي 65 عروسة بمبلغ 950,000 جنيه مع مؤسسة شريكة معانا في القاهرة. اشتغلنا قافلة طبية فيها 60 استشاري من جامعة اسكندرية، فاتحين 2 وحدة انتاج للمشغولات اليدوية، فاتحين وحدة انتاج الكليم اليدوي هنا في كومومبو، وفاتحين وحدة انتاج لإعادة تدوير مخلفات النخيل في أسوان، شغالة على الخوص وتطريز الجلود وعلى العرجون. سمعت ان هنا في جمعية سوا هتفتح للمشغولات اليدوية، فحبيت ان انا اشوف الفكرة واجي اتعلم. الاستقبال بتاعهم جميل خالص. احنا بالنسبة لنا عندنا كشغل الكليم لينا تقريبا 11 متدربة، متدربين على الكليم نفسه، في مجموعة مسؤولة عن الشنط وبنسوق بيها، بنعمل تسويق بالنسبة للجمعيات، بناخد معارض في أرض البيارة، بنسوق بالنسبة للمدارس في كل الجمعيات، لينا مجموعة من التسويق في كل منطقة في مركز كومومبو. الخام بنعمل الشنط من الخيط اللي هو بتاع الكليم، وبنقفلها بعدين، بتشتغل على النول برضو، بتشدها على النول تبع الخيط برضو، وبعد كده بنقفلها أنا والمجموعة بتاعتي، بنقسمين مجموعات، مجموعة على الكليم وعلى النول في الكليم وكده، ومجموعة بنعمل شنط على الكليم التاني. دي تاخد يوم معانا ونعمل ايديها يعني ايه من فوق كده، لو تاخد يوم التانية ممكن تاخد يومين، كبيرة يعني حجم كبير. ورحنا معارض كتيرة بس وعملنا انتاج كتير يعني بصراحة، وكلمات وشنط وكل حاجة بصراحة يعني بنعمل.